الو شنو الفندق هذا؟ وصلتكم ما عندكم شاور؟ صباحكم الله بالخير ويعطيكم العافية. طبعا اليوم جدا حزين لان هذا يوم اخر يوم لي مو بعمان وبالسلطنة، اخر يوم لي مع الحبيب فيصل. يعني صراحة جدا جدا استمتعت وجدا شاكر لك على الاستضافة الحلوة هذه. يعني صراحة احرجتونا بكرمكم وما قصرتوا، هذا قليل في حقك وقليل في حق كل العرب، يعني هذا شيء بسيط وان شاء الله الزيارة القادمة راح تاخذ مستوى كبير. يعني نقولكم ترقبوا الجزء الثاني، لكن نروح ان شاء الله راح يكون في خليفة صلالة وبعض مناطق السلطنة اللي ما مرينا عليهم مثل مسندم والظاهرة والوسطى، ومنها راح نلف يعني على المناطق نكمل كل اجزاء السلطنه الى حدود اليمن ان شاء الله. يعني خلال فتره قصيره بنفر السلطنه كامله باذن الله ونوريكم جمال السلطنه وجمال اخلاق اهلها. طبعا ممكن البعض يتساءل يقول يعني انت ليش مخلي فيصل وتاركه وانت اصلا مو تارك ويعني مو رايح عن عمان؟ السبب واضح، يمكن المدام جاي هني. المدام جاي هني خلاص، يعني خلاص المدام خلاص يعني ترفع الاقلام وتجف الصحن. فانا صراحه صريت ان المدام تي هني وتشوف جمال عمان، وقلت لها على الاقل تعالي الويكند، لان انا ان شاء الله باقي لي بعد ليلتين وماشي ان شاء الله رد الكويت. فهالليلتين هذيلي راح ابقى فيهم هني ومع زوجتي. للاسف يعني برايفت. برايفت خلاص. بس راح اصور اليوم، راح اصور اليوم ان شاء الله عشان اوريكم الفندق اللي بروح له ان شاء الله. الحين وصلنا المطار، بروح انطر زوجتي. الحين تقريبا طيارتها وصلت، خلينا نشوفها. الحمد لله وصلت زوجتي بالسلامه، الحين متوجهين الى الفندق. فندق من اجمل وافخم فنادق الخليج والعالم. وهذا هو منتجعنا بر الجصة شنغريلا. الله، شوف المكان ما شاء الله، هذا افخم مكان. حان وقت الوداع، اهلا وسهلا فيك وفي اي وقت، وقضي وقت ممتع هنا. الله يعطيك العافيه، نشوفك ان شاء الله على كل حال ان شاء الله. مع السلامه. ثانك يو. تفاح معك. الغرفة ما شاء الله ملكية، يعني هالمكان هذا ما يسكنون إلا الناس اللي يبون الفخامة. شوف الإطلالة بعد مني ما شاء الله. يعني أنا قبل لما جيت هني كنت أسمع بر الجصة بر الجصة، ولا كنت أدري أصلاً إن بر الجصة هو شنغريلا، وهو مقسم لثلاث أقسام مثل ما قلت لكم. هذا هني أعلى قسم وأفخم قسم اللي هو اسمه الحصن. صراحة قاعد تدور على المسبح غصب لقيته من كثر ما أن الفندق صج ضخم. يعني صراحة شوف الفندق ما شاء الله لا متناهي، وعلى الطراز التقليدي العربي. شوف 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 المنظر هناك. من الأشياء اللي جدا جميلة هني بالفندق أنه جدا جدا هادي، ما تسمع صوت أحد، يعني استرخاء فل استرخاء. شوف هذا المسبح هو هني معلق من فوق، والماي ماله ينزل هني على شكل شلال هني. هذا شوف المسبح، وهني الناس قاعدة، وهذا جبل، بعدين الشاطئ هناك تحت تقدر تنزله وتروح هناك تحت للشاطئ. إذا بتروح للشاطئ من هني تطلع، بشوف هذا الطريق وتنزل للشاطئ. أتوقع إن مني كذي تحت ليه هناك. طبعا أنا رحت بتمشى من هني، بس ما شاء الله حاطين
سيارات جولف توصلك للشاطئ، ما له داعي تمشى وما له داعي تتعب نفسك. وانت المرتاح. اي وانت مرتاح. واو شوف الشاطئ تحت، شوف عجيب. طبعا هذا هو الشاطئ، وصلنا له، شاطئ خاص بس للحصن، يعني مو لكل نزلاء شنقريلا بس للحصن، وعندهم عدة أنشطة هني تقدر تاخذ منهم، الكاياك السنوركلينج كل شيء، حتى القوارب جاهزة بعد. ما تقول والله الشاطئ زحمة وما ادري شنو وناس وايد، كل شيء هني برايفت وكل شيء هدوء، يعني بس تعال واستانس. يعطونك ماي مجاني. شكور، يعطيك العافية، سلم. استرخاء مع الأجواء الجميلة والحلوة والإطلالة الرهيبة. صدق ريلاكس، لكن طلعت من المسبح الحين لأن مديرة الفندق راح تعطيني جولة بالفندق كامل عشان نعرف شنو موجود وشنو الأشياء اللي يقدمونها للنزلاء بعد شوية. شوف طلعت برا شوية ولا لقيت محط لأنواع الفواكه والحلى وخنجرها. تخيلوا الفندق، شوف هذا الحين خاص الفندق فيه 164 غرفة و12 جناح وأربع أجنحة خاصة وملكية، وطبعا هذا بس بالحصن، يعني مو كل الفندق، الفندق عملاق، هذا بس بالحصن اللي هو أفخم مكان فيهم. شوف المنظر من هني خيالي ما شاء الله. شوف 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 هذا هني فندق البندر وهناك الواحة. طبعا نزلاء الحصن يقدرون يروحون لأي مكان من الأماكن الثانية، لكن البندر والواحة ما يقدرون ينهين للأسف، لأن احنا مميزين نروح لأي مكان هم ما يقدرون. شوف هذا إذا تبتي الشاطئ المشترك، هذا هو الحصن اللي كنا فيه فوق هناك، تنزل بس هني تحت هذا هو البندر، هذا البندر صاير بالنص، وهناك فندق الواحة، ومني الشاطئ كامل المشترك. كل أنواع الأنشطة البحرية هني عندهم موجودة، بس تروح لهم هناك وتختار اللي تبيه. شوف نسى هذا مثلا اللي يسحبها، والشراعية وكل شيء حتى الغوص، وهم عندهم هني على الشاطئ بالليل يخلونك تروح معاهم وتشوف السلاحف وهي تبيض، لكن طبعا مو كل يوم على حسب الموسم مالها. وهني عندهم نفس، شوف نفس المدينة المائية حق العوائل الحلوة، يعني شوف تمتد مني لنهاية فندق الواحة هناك. شوف الطريق دلع دلع، شوف حتى شطرنج كذي كبيرة حط لك اياها على الشاطئ بعد، يعني تخيل مو بس تلعب، لا تلعب وفيو بعد على البحر، يعني الفندق يوفر لك هنا عدة تجارب بمكان واحد، يعني تخيل شوف حتى يخليك تركب الجمل والحصان على الشاطئ هنا بعد. الحين وصلت للآخر بعد مشي طويل، هذاك الحصن هناك والبندر، والحين وصلت هنا إلى الواحة اللي هو أفضل مكان للعوائل. شوف تحس إن مدينة متكاملة كبير حيل، عدة حمامات سباحة بمكان واحد. شوف يعني تلاحظون الفرق إن هنا تقريبا أغلبه أو كله أطفال. توزيع الماي مجاني، يعني تحس بحرارة تحس بشيء تعطش بس يقولون أعطونا ماء يعطونك اللي تبي. شوف قبل شوي كان المكان فاضي، الحين عندهم من الساعة 6 إلى الساعة 7 مشاريب فري مع الموسيقى. طبعا الأجانب كلهم كاشخين ولابسين شيء ملابس حلوة على طول حق العشاء وهذه السوالف، وأنا حضرت جايهم بالشورت وبالنعال تكرمون. شكرا. شكرا. عندهم كذي قاعدة كذي حلوة، شوف المكان شلون صاير، يذكرني بالرياضات الموجودة بالمغرب، نفس الإحساس. الحين وقت العشاء، عشان تحديدا فندق البندر، ومطعم اسمه مطعم التنور موجود هنا عندهم. المطعم جدا كبير، البوفيه مفتوح، شغل طيب. واو واو واو، السي فود هنا موجود بكل مكان. ريحة الأكل الهندي هني تكفخ الرأس، يعني ساري. وهني قسم الأكل التركي، شوف الشاورما والمشاوي هني، شكلها اليوم ليلة المشاوي والمأكولات البحرية. حتى الحلا موجود هني، شوف الشوكولات والآيس كريم بعد. بسم بالله محتار شنو أكل، صار لي ساعة قاعد أفتر وما نعرف شنو أكل من كثر الأصناف والأنواع.
ما شاء الله وليمه متكامله. هذا اللوبستر مع عيش البرياني وهذا الاكل الهندي روبيان والامور هذه يعني، وباقي الاشياء هذا شاورما مع الكباب وش طاووق. والله ابو فهم رهيب يعني صدق، مو نفس البوفيهات الثانيه اللي يحطوا لك كل شيء مع بعض بسطره واحده. هذا البوفيه لا، مختص بكل مكان بلد معين، يعني فيه بوفيه هندي، بوفيه عربي وتركي، بوفيه مثلا المأكولات البحريه، وبوفيه الحلويات، بوفيه كل شيء يعني، راح ترتاح يلبي كل الاذواق. من الاشياء الحلوه عندهم هني ان كل دور حاط لك تفاصيل يمه هني، يعني كل شيء واضح ما راح تضيع لما تصعد الاسانسير. دشيت الغرفة لقيت المحاطي اللي ظرف مستر عادل نصار، ما أدري الصراحة شنو داخل. خلينا نشوف. هذه رسالة متزوزة من المدير العام للحصن نفسه، يقول يعني إن إحنا جدا سعيدين إن أنت تكون معانا هني، وإذا تحتاج أي شيء إحنا نساعدك باللي نقدر عليه على طول كلمنا وراح نساعدك بأسرع وقت ممكن، وحتى اسمه موجود هني وهو موقعها بنفسه. صراحة خدمة فوق الممتازة 7 ستار يا الحصن وشنغريلا. خلاص الحين مو بس يومنا انتهى، الحين رحلتنا بعمان انتهت، لكن الحمد لله ان كان ختامها مسك بقامتنا هني بشنغريلا. الصراحة الفندق يعني لا يوصف وجدا جدا جميل وانصح فيه الكل. وبنهاية هذه الرحلة احب اشكر كل من قابلني وكل من شجعني وكل من قال لي حتى لو كلمة حلوة بكل حساباتي بالسوشيال ميديا. طبعا استمراري وتوفيقي كل هذا من الله ثم منكم انتم بدعمكم وتشجيعكم الدائم على طول لي. يعني الصراحة برحلتي هذه اكتشفت اشياء احسن واحسن من الاشياء حتى اللي كنت حاطها ببالي. انا قبل فيديوهاتي الاولى قلت انصدمت وتفاجأت من اخلاق الشعب العماني، لكن هالمرة هذه تفاجأت اكثر واكثر باخلاقهم وبكرمهم وطيبتهم. فتحية خاصة مني ونيابة عن كل الدول العربية للشعب العماني على ضيافتكم وطيبتكم وكرمكم. وبنهاية الفيديو والشكر الأخير طبعا للراعي الرسمي لهذه الرحلة الديوانية للحلوى العمانية، ولا تنسون تضيفون حساباتهم حاطها لكم بالوصف تحت، وضيفوا حساباتنا بعد يعني مو بس هم، ضيفوهم وضيفوني هذا حساباتي حاطها لكم هني تحت. وإذا عجبكم الفيديو هذا لا تنسون طبعا اللايك واشتركوا بالقناة إذا مو مشتركين فيها، وتابعوا كل فيديوهات عمان اللي نزلتها بالأيام اللي طافت وانشروها بين ربعكم عشان إن شاء الله توصل للترند وتوصل للمشاهدات العالية وعشان يشوفونها كل أهل عمان وكل الدول العربية. أتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي ورحلة جديدة. مع السلامة.